بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلي وناسي وانا ناسي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل اكله شعبيه تحفه كلنا بنحبها. هنعمل كشري المصري اللي هو المشكل، اللي هو ايه، المكرونات بقى وكده. احنا هنعمل الاول طبعا كلنا بنحبه بقى، انا بعشقه جدا الكشري ده. هي أكلة كلنا متعرف عليها، بس يعني ما فيش تيالي بيت بيخلى منها. يعني هنعمل الصلصة الأول. هي الصلصة عبارة عن ثوم، ودي طماطم أنا مفرزاها في الفريزر، جبتها وقطعتها اديتها غلوة، وبعدين ضربتها في الخلاط وصفيتها وكيستها. وده كزبرة ناشفة. يلا نعمل بقى الصلصة مع بعض. هنحط بقى الزيت يا حبيبي. اه يا حبيبي، هنحط الثوم. نوطي النار عشان الثوم ما بياخدش وقت خالص. اهو بنحطها كده في الزيت السخن. هناخد كزبرة ناشفة اهي، نقلب بيه لغاية ما يبقى لونه ذهبي. يا حبيبي ودي يا حبايبي نص معلقة توابل مشكلة، اللي هي السبع بهارات، حطها تديه طعم جميل. تعرفين يعني ان التوابل بتخلي الاكل، وانا من عشاق التوابل. كده يا حبايبي هي اصفرت بقت دهب اهيا. هنحط عليها الطماطم. هي بقى هتفك مع نفسها. هي ممكن تضربي طماطم برضو في الخلاط وتحطيها هي النتيجة واحدة برضو. وهي حبيبي حطيت الطماطم، وادي احط لها الملح بقى. وهي بقى طبعا مش هتغلي بسرعة علشان هي متلجة، فهتاخد وقت معانا. هنعمل بقى الدقة بتاع الكشري كمان، هي اللي في الاول نعملها في الاول ونرجع مع بعض. هنا يا حبايبي انا حطيت زيت علشان برضك اعمل الدقة بتاعت الكشري. احط الثوم وهنحط يا حبايبي نص برضو معلقة كزبرة ناشفة مع الثوم اهو. برضو هندهننا نقلب لغاية ما يبقى لونه ذهبي، ما نغمقوش قوي عشان ما يمررش، في نفس الوقت ما نسيبوش ابيض علشان بيدي طعم حلو لما هو يصفر. برضو هنحط توابل مشكلة اللي هي السبع بهارات اهي، بتتحمص معانا وبتدي طعم حلو. هنطفي بقى بالخل.
دي حبايبي الدقة نقلتها بقى في حلة اهو، وزودت بعد ما طشيتها طفيتها بالخل كده، زودت شوية مية وهحط الملح اهي، وانا جايبة كده دقة من عند العطار بتبقى عبارة عن ليمون لومي من اللي هو الناشف وكمون وحاجات اهي، هحطها تبقى تحفة. حط شوية على الصلصة تديكي بقى مزازة كده تحفة. ممكن ناخد معلقتين صلصة كده بيحمروا الدقة بيدوها لون جميل قوي اهو، وده كمون يا حبايبي، احط كمون هنا واحط كمون كمان على الدقة واقلب. طبعا انت عارفين الكشري بيبقى توابله كتير، يبقى احنا كده حطينا توابل ايه، 7 بهارات، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت اللي هو الدقة اللي انا جايباها اللي من عند العطار، دقة كشري اسمها دقة كشري، انت تيجي تشميها تلاقيها ريحتها ليمون خالص خالص جميلة اهو. وانا نقع العدس في مية، لازم يتنقع عشان لو استوى وكده هيتهري، عم الحباية تستوي هيكون اتهرع، وانا بحب الحباية بحبايتها فلازم نبله. هجيبه بقى واسلقه معاكم اهو يا حبايبي، منقوع الحباية كبرت اهي، انا نقعاه تنقع شوية حتى لو نص ساعة 3/4 ساعة على قد الوقت اللي عندك، بس ما يتنقع كده هيستوي بسرعة والحباية تدنها بحبايتها ومفلفل وجميل. هنغطيه بقى ولغاية ما يستوي. ودي يا حبايبي الشعرية عشان نعمل الرز، حمرها طبعا انتوا عارفين ان انا ببقى جاية مستعجلة وعايزة اعمل كل حاجة، فبنقلب بقى في الشعرية لغاية ما تتحمر. مثلا لو انت مستعجلة ومش الوقت مش هيكفي انك تعملي كل ده، ممكن تيجي بالليل تعملي الدقة والصلصة، طبعا هما بيتسخنوا او بيتغلوا، يعني انت تعمليها من بالليل وهتيجي هتسخنيهم، بس تبقى على قد سلق المكرونة وعمال الرز، فبيوفر معاكي وقت كمان. انا بعمل كتير قوي كده، وبالذات لما اكون بعمل محشي او اي حاجة بعمل التسبيكة بتاعتها من بالليل واجي اعمل على طول، فده بيساعد شوية. بس انا بقى عشان بعمل معاكم النهاردة وعاوزة اوريكم فعملت كله مع بعضه. اهي يا حبايبي حمرت اهي، حط عليها الرز بقى اهو يا حبايبي، قلبي بقى وتشوحي فيه شوية كده عشان يبقى مفلفل اهو، وبعدين هنسخن مية نغلي مية نحط له بقى. اتفقنا يا حبايبي ان المية بتبقى مغطياه قد عقلة صابع بس اهو، هنغطي عليه بقى، حطيت له الملح وكل حاجة، اغطي عليه وسيبه لغاية ما يشرب معين. ودي يعني التسبيكة اهي، الصلصة ما احلاها، وهنا ده العدس، ودي الدقة اهي اهي تحفة. هرجع لكم تاني. الرز اهو يا حبايبي شرب خالص، شكله تحفة، ما نغمقش الشعرية اكتر من كده. واحنا بقى التكة بتاع علم سوسو بنحط ايه، نص معلقة سكر او ربع معلقة سكر على حسب كمية الطماطم على الصلصة علشان تعادل الحضاضة بتاع الطماطم وتخليها طعمها حلو، بنحطها في الصلصة بس الدقة لا. اهي بدأت تتسبك اهي،
وده يا حبايبي البصل انا قطعت اهو، وسبت لكم واحده عشان اوريكم انا بعملها ازاي. انا مقطعاهم يعني ايه مقسماها هو اربعه علشان ما تبقاش مدوره، انا بحبها قطع كده. القطع دي بتلاقيها ناشفه وحلوه، وببدا بقى ابشرها كده اهو، اهي بتتعمل اهي. المبشره دي تحفه، بشوفوا بتخليها رقيقه ازاي هوا فبتقرمش اكتر. هخلص دي وارجع لكم اهو يا حبايبي. وانا كده قطعته خلاص، خلصته اهو. شوفوا كل حتت دي، كل الحاجات دي بتتفكك من بعضها اهي. احنا بنبقى ماسكين القطعه كده بتتفكك اهي اهي اهي، يعني هو مش ماسك في بعضه اهي، القطعه اهي بتتفكك اهي عشان التقطيعه اللي انا قطعتها لكم دي. التكه بقى بتاع عالم سوسو اللي مش هتلاقوها في اي قناه غيري انا، هي ان انا برش البصل دقيق اهو، تحطوه كده تقلبوه. ده بقى بيعمل قرمشه ما بعدها قرمشه، وبيبقى ذهبي وتحفه وما بيطراش خالص. لو قعد معاكي شهر زي ما هو كده، انا ساعات بيفيض مني وبحطه بعينه في كيسه وفي التلاجه، وبطلعه من التلاجه بيقرمش برضو بسبب شويه الدقيق الصغيرين اللي انا بنطورهم كده عليه. ده بيخليه دنه مقرمش على طول، ما بيطراش ابدا ابدا ابدا. احنا عارفين اللي هو بيتقلي حتى لو رفيع او لو بيتقلي من غير الدقيق ده بيبقى مقرمش، وبعد كده بعد ما بيقعد شويه لو قعد لاخر النهار بتلاقيه طري. فاللي بالدقيق ده استحاله استحاله، يعني انا ممكن اجيب لكم حبه من عندي من الثلاجه قبل كده، حبه صغيرين كنت عينيهم. ممكن تحطوا على اي اكل بقى، ممكن تعملي العدس الحلو كده في الشتاء وتقومي حاطه على وشه اهو. انا عملتها اهو، هنروح نقلي بقى مع بعض. ودي يا حبايبي الزيت اهو، هحط فيه البصل بقى. على نار عالية بقى هو، ونقلب كل ما شوية نقلب ما نخلوش يتحرق مننا. حطيت هنا مية عشان سلق المكرونة، وادي البصل اهو بيتحمر. وخلاص كده الصلصة بقى هدفي عليها، طفيت كده وادي العدس اهو اهو، والرز اهو مفلفل ازاي، رز بالشعريه اهو يا حبايبي طلع اهو. شوفوا اهو لسه مطلعاه، هحط حبه بقى من ده. اهو ده كمان مره، وده بقى كل ما هينشف كل ما هينشف هيقرمش معاك اكتر. شفتوا اللون جميل ازاي، شفتوا ذهبي ازاي يا حبايبي. هنا سلقت المكرونه، الميه غليت حطيت لها ملح وسلقتها اهو بسلقها. انا ما بحبش احط عليها زيت وهي بتتسلق، بس في المكرونه العاديه اللي هي بالصلصه انا ما بحطش عليها زيت خالص، لكن لما بنزل المكرونه دي بعد السليق بحط عليها شويه زيت وبفلفلها بيهم، بتدنها الواحده الواحده جنب الواحده ما بتلزقش ببعضها. ودي برضو تكه من تكات عالم سوسه، هوريها لكم مع بعض لما نيجي لها هوريها لكم. اه يا حبايبي المكرونه خلاص اتسلقت، شوفوا مفلفله وجميله ازاي، ده كده من غير زيت ولا اي حاجه ولمعتها فيها. انا بقى بحب ايه، جبت شويه زيت من اللي انا عامله بيه البصل، نكهته فيها بصل تحفه جميله جدا. بحط بقى ايه شويه زيت كده
ودي حبايبي اهون، شوفوا مفلفلة ازاي هي بعد ما سقعت وحطيت لها الزيت، شفتوا مفلفلة ازاي. وهنعمل بقى معاك كوت شطة عشان مش هتشطة. وهي حبايبي ده فلفل حار مقطعاه من اللي هي الشطة الأرناؤوطي الحامية، دي برضو كتكة متكتة على نصوصه زي المطاعم كده، بتديها نكهة حلوة قوي. وبعدين احط الشطة الحمراء عليها وهو قلب. وبعدين بقى بجيب كبشة من الصلصة احطها فوقها، انا مش عايزة اقول لكم على ريحة بقى، مش قادرة، حامية جدا وريحتها جميلة جدا وعاملة زي المطاعم بيسموها شطة الزيت. شوفي الزيت بيبقى على وشها كده اهي، ممكن انتي اهي اهي زي المطاعم بالظبط، يجيبولك حبة كده صغيرين وتبقى جبارة. هي بتبقى حامية قوي بالشطة الأرناؤوطي اللي هي الخضراء أو الحمراء اللي في الأول دي. وده يا حبايبي أحلى طبق كشري هتشوفوه وهتاكلوه وتدوقوه أهو. ومعاكم الليمون هنا اللي أنا بحب أعصر عليه ليمون صراحة زي اللي في المحلات، وقرن شطة هون، ومعانا البصل اللي بيسموه ورد في المحلات، والصلصة، وده اهو كل الطبقات باينة. وادي الشطة اللي انا قلتلكوا عليها، شطة الزيت اهي اهي، وادي البصل، شوفوا البصل عامل ازاي، شوفوا سامعين سامعين القرمشة بتاعته تحفة. يلا كلوا بالهنا والشفا، متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ومع السلامة، باي.